حررت قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات التحالف ومدعومة بقوات برية من قوات التحالف العربي مواقع شرقية مدينة ميدي الساحلية شمال غرب حجة. وقالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني مدعومة بقوات سودانية من التحالف العربي حرروا مزارع النسيم وقرية المخازن الواقعتين شرقي ميدي بعد اجتياحهما من قبل قوات الجيش مدعومة بقوات سودانية من التحالف العربي. وأفادت المصادر عن سقوط عشرات القتلى وجرح آخرين من ميليشيا الحوثي وصالح أثناء فرارها من تلك المناطق، بالإضافة إلى اغتنام مخازن من الأسلحة المختلفة التي أصبحت تحت قبضة الجيش الوطني. وتعتبر مزارع النسيم وقرية المخازن مركزا رئيسيا لقوات الميليشيا التي تستخدمها لتخزين أسلحتها وانطلاق معاركها ومدافعها ومدافعتها ضد قوات الجيش الوطني. حول هذا الموضوع ينضم إلي وكيل محافظة حجة السيد ناصر الدعقين. أهلا وسهلا بك. يا مرحبا، أهلا وسهلا. نود منك أن تطلعنا على تفاصيل مجريات المعركة والموقف العسكري الراهن. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، نبارك لشعبنا اليمني بذكرى 27 للوحدة الوطنية وهذه الانتصارات التي تقوم بها قوات الجيش الوطني بالتحالف والتعاون مع قوات العمليات المشتركة التحالف العربي. طبعا أخي العزيز، اليوم الحمد لله تمكن الجيش الوطني وقوات المشتركة للتحالف العربي بتحرير مزارع نسيم ومزارع إل، وهذه تبلغ مساحتها بحوالي 7 كيلو متر. هذه المزارع تبعد عن مدينة شرق مدينة ميدي من الشرق حوالي 13 كيلو متر، وكما أنها أيضا تتوسط تبعد عن مسافة مدينة حرب بحوالي 10 كيلو متر. هذه المزارع التي كانت تعتبر مخازن استراتيجية للحوثيين، والذي كانت يخزن فيها الأسلحة وتخزن فيها وأيضا يتم تجميع المجاميع المسلحة إلى هذه المزارع، وأيضا تخزين الصواريخ الذي يتم إطلاق الصواريخ منها على المملكة العربية السعودية. هل هذه كانت هي الأهداف الرئيسية من العملية العسكرية؟ هذه لا زال الجيش عنده خطه لتحرير بقيه المناطق، وهي اكثر من مزارع نسيم ومزارع ال. لا زالت هناك ان شاء الله سيتم تحرير مزارع الجر، وهي الاهم الذي فيها مزرعه الرئيس السابق عبد الله صالح او المخلوع، وايضا في اتجاه تقدم الى مثلث عاهم والذي تربط ما بين حرف وميدي وتقطع باتجاه، يعني تبقى مدينة حرب بالاتفاق في الوسط. نعم. باتجاه الطوال هو القوات الجيش الوطني والتحالف، وباتجاه طريق ميكل عن طريق مثلث عاهم عن طريق مزارع الجر ومزارع ال باتجاه إلى مثلث عاهم إن شاء الله. نعم. كانت هناك سابقا حملات قديمة قمتم بها، ما الجديد في هذه الحملة الآن؟ بالنسبة للعمليات الحملة القوات العسكرية؟ نعم. يعني قمتم بحملات سابقة، حاليا قمتم بهذه الحملة، لكن ما الجديد في هذه الحملة؟ هذه الجديدة فيها هو دخول القوات المشتركة للتحالف العربي بالتعاون مع الجيش الوطني. هناك خطة عسكرية مشتركة، هناك إن شاء الله إصرار من الجيش ومن الحكومة. هل كان هناك مشاركة برية من قبل التحالف العربي؟ ماذا؟ هل هناك مشاركة برية من قبل التحالف العربي؟ نعم، هناك مشاركة وقوات، وقد بدأت تشارك القوات السودانية مع الجيش الوطني. نعم. ونتيجة ذلك إن شاء الله تم تحرير هذه المزارع، وهي في الطريق إن شاء الله لبقية تحرير بقية المناطق الأخرى الذي سوف يتم استهدافها إن شاء الله. نعم. إلى أي مدى يمكن لمشاركة التحالف بريا في الأرض يمكن أن يخدم أهداف العملية العسكرية؟ أخي العزيز، القوات المشتركة والجيش الوطني لديهم هدف، وهو تحرير الحديدة إن شاء الله، واتجاه الآن تطهير هذه المناطق هي بدءا لبدء عملية إن شاء الله لتحرير الحديدة وميناءها ومطارها بإذن الله سبحانه وتعالى. والقوات التحالف العربي سيكون له الدور الأبرز والأكبر في التعاون مع الجيش الوطني في تحرير هذه المناطق. نعم. وكيل محافظة حجة ناصر دعقين، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا.